تعرف سلطنة بروناي رسميا باسم بروناي دار السلام، وهي دولة تقع على الساحل الشمالي لجزيرة بورينيو في جنوب شرق آسيا. وتعد دار السلام من الدول التي تتمتع بواحد من أسرع الاقتصادات نموا وتنوعا على مستوى العالم، كما احتلت المرتبة الرابعة في مؤشر التنمية البشرية بين دول جنوب شرق آسيا. سلطنة بروناي هي أرض السلام أو دار السلام، فكلا الاسمين يدلان على بروناي. بروناي سلطنة مستقلة تقع على الساحل الشمالي لجزيرة بورنيو في جنوب شرق آسيا، ويحدها من الشمال بحر الصين الجنوبي، ومن جميع الجوانب الأخرى ولاية سراواك في شرق ماليزيا، والتي تقسم الدولة إلى جزئين منفصلين، والجزء الغربي هو الأكبر ويضم عاصمتها بندر سيري بيغاوان. نالت بروناي استقلالها عام 1984، وتحولت إلى سلطنة يحكمها السلطان حسن بلقية معز الدين. تتمتع أرض السلام بمستوى اقتصادي مرتفع بفضل احتياطاتها الوفيرة من النفط والغاز، إذ تحتل بروناي المرتبة الرابعة في مؤشر التنمية بعد سنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان بين دول جنوب شرق آسيا، وتصنف على أنها دولة متقدمة. وإن كانت بروناي تعتمد على النفط كمصدر الرئيس للدخل القومي، إلا أنها تسعى دائما إلى تحقيق التنوع الاقتصادي عبر إقامة وتدشين المزيد من المشاريع الاقتصادية، مما جعلها في مصاف الدول المتقدمة.